اهلا وسهلا فيكم من جديد بمطبخ رؤيا وصلنا للفقرة الزراعية اللي بنزرع فيها وبنعلمكم كيف تزرعوا شتلات وأشياء زراعية خاصة بالمطبخ لحتى دايماً نقولكم ست البيت تقدر تطبخ وتقطف وتعمل سلطتها وتحطها بخط هيك بطريقه حلوه بترجعنا على ايام زمان وطبعا اموله أم هي اللي بتعلمنا كل هاي الاشياء المهندسه امل القيمري حبيبتي بحب اقول لك اموله انا صراحه وانا صباح الخير صباح, صباح الورد كيف صباح كيفك؟ الورد هلا شفت الدكتوره المهندسه صراحه حبيب. رائعه لانه دائما ايدها خضراء دائما ج... فايت علينا بالاخضر الاشياء الخضراء هاي الحلوه عرفتها فاليوم مهندسه امل اللي عندنا قربنا على الشتاء نعم والتحضيرات كيف بنحضر لزراعه الصيف من الربيع نحن يعني بنحضر لزراعه الشتاء من الخريف صح صحيح. 100% طيب اليوم انت زرعان يعني جايبان لنا كثير اشياء أه. للزراعه أه. منتجات شتويه رائعه الحقيقه كلنا أه. بنحبها بالشتاء صحيح احكي لنا اكثر هلا اليوم بدنا نركز هاي مم. الفقره مهمه لانه في كثير ناس ما يعني ما بيعرفوا إمتى يزرعوا الشتوي أيوه. هلا رح نحكي كل الاصناف بتامل انه الكل يعرفهم آه رح ب... هلا احنا لما بنزرع بالشتاء اول شيء في اشياء بتنزرع اشتال وفي اشياء بذور زمان كان كل شيء بذور هلا صاروا عم بيسهلوا على الناس فكتير في شغلات اشتال مما يسهل العمليه ويسرعها صحيح عرفتي بس قبل ما نحكي الاصناف رح نحكيهم عشان ما نضيع وقت على السريع لكن بدنا نجهز ارضنا بدنا نحرتها نحط لها معلش لانها مش مزروعه احنا بدنا نزرع بعد 15 10 خلينا نقول التوقيت مم. مم. معنا لاخر 11 لانه بتعرفوا الصيف صار يمد معنا عرفت صحيح. فبطل انه زمان كان شهر 10 كثير برد صحيح تسعه اخره مبلول صحيح. ما في مولعين الصبات شهر 10 والفروه جاهزه كويسة كويس إحنا بما انه هيك بدنا ناخر شويه شو تصير برد فخلينا نقول بعد 15 10 لاول 11 بنقدر نزرع اوكي بدنا نجهز ارضنا تنحرت اذا مش كبيره بالطواري نقلبها هلا بنقدر نحط بيتموس او السماد العضوي بس السماد العضوي ما بنزرع مباشره لانه ممكن يحرق الاشتال م. فاحنا بدنا نحطه نسقي الارض مية نريحها بعدين بنزرع ولسه معنا وقت طبعا حلو هلا الاشياء اللي بتنزرع اشتال معظمها يمكن انا اذا نسيتي سامحوني لكن انا جبت اهم شيء راح ابلش من عند روان اول شيء عندنا الزهره روان بتقدري تسحبي الشتله زهره اه اسحبها ايها ايها هاي زهره شوفي كيف بتيجي جاهزه جذورها مبينه معنا قديش صحيه قديش ورقها حلو <applause> هاي آه, زهرة <مش> اي انا <مغلقين. تصفيق> البيضة آه يعني شطلة كتير سهلة صراحة هلا بنيجي للي وراها البروكلي اها <مش> اوكي <مش>, <مش>, مش رح نحكي كثير اشياء بس لازم نحفظ الاشياء اللي بتنزرع في عندنا الشومر <مش> امم <زاكي> <شو زاكي> الشومر شيء <مش> كثير زاكي بيعمل راس ابيض تحت الارض <مش> فواكه انا مرات بحسه يعني هو كثير <مش> <مش> سناك زاكي هيك اللي بتقطعيه بعد الظهر كثير بالضبط فعلا كثير زاكي نيجي ل الملفوف الاحمر اللي بنستعمله آه. بالسلطات على فكره ولما نزرعه ارخص ما نشتريه لانه الملفوفه صراحه مش رخيصه كثير اكيد انت شو رايك ألغائم. اه مش رخيصه الملفوف الاحمر وطبعا هاي الاشياء وخير. بتلف لما يكون في برد يعني انت لما بتزرع الملفوفه او لما بتحطيها بالارض بتاخذ وقت لتعطي مجموع خضري بعدين لما يجي البرد المضبوط بتلف تعمل سبحان الراس الله سبحان اه فهي الله. نقطه الله. مهمه هلا هل في الملفوف الاخضر يعني شوفي مم. هذا ملفوف وهذا ملفوف سبحان بس الله بس هذا احمر وهذا اخضر ربنا سبحانه وطبعا الشيف بيقدر بيعرف استع... واحنا كمان استعمالاتهم مختلفه طبعا. هلا رح اجي للخس على فكره الخس من الاشكال بقول يا رب تكون جايبه فول بتطلع لبيلت طلع. لبيلت انا زي فول. انا فرحت شاب احسنت, <تصفيق> أحسنت <تصفيق> دعوتك مستجابه امل امل قولي له انا شو فرحني بقول له اه أول فول اه اول بقول آه فول. آه والله فول والله أصلي جد فول, <تصفيق> <معك> <تصفيق> فول؟ <تصفيق> <تصفيق> انا بموت على الفول هسه موسم بعد شوي انا بعشق الفول زاكي مع زيت اول الموسم هذا الفول بزيت موسم زراعته طبعا فول بزيت بتقول لك يا سلام مع لبن بكزبره اه يا سلام بس بس خلص خلص ما شيء <applause> ثاني الخس آه. من النباتات الشتويه اللي كثير سهله مم. ليه لانه ما بده عنايه ما بده تعب كثير فاحنا بنقدر نزرعه ما بدنا ننسى انه في خس الثاني الايسبرغ صحيح برضه موجود بالسوق باشتال فهاي فكره الاشتال كثير بتسهل علينا معاي اوار انا مم. بعرف شو لازم بدنا نشوف ده. طريقة الزراعة اه بس ببساطة طبعا نحن عم نحكي كل الأشتال واحد، هذا كل الموجود نفس طريقة الزراعة نفس الإشي بس السبيسينج المسافات, المسافات بين, بين مم. الأشتال مم. بتفرق حلو يعني أنا لما بزرع ملفوف وزهرة اه حتى الملفوف يعني الملفوف الأخضر بكبر أكثر من الأحمر أنتم بتعرفوا صح الحمره دائما صغيرة أقل مسافات تقريبا مم. يعني بشكل عام الخس، الخس ما بده يعني مم. 20 سم بتطلع ممتازة هلا بالاوار هاي الطوباره اللي تحت احنا بنقولها هاي طوباره على فكره اه طبعا الخس آه على فكره كمان مع المطر لحاله ان شاء الله اه اه بشد آه آه على فكره زرعه الشتاء كثير اسهل من زرعه الصيف الصيف طبعا الصيف لانه ما في امراض لانه المي من ربنا فمش مضطر تضلك تتبع على صحيح سبحان الله اه شوفي هاي الخسه هاي حطيناها بالارض طبعا هذا بيت مصر لسهوله اني اقدر يعني ازرعها بسرعه طبعاً. الارض اذا عندنا اواوير وكل ودائما برجع وبشجع انه بدنا نزرع باواوير آه. وهذا الفكره هلا هذا الاوار انا ممكن ياخد عندي خستين ما في مشكله بس بدي ابعد خستين بهذا الاوار آه والله هلا هل اذا بدك تدللي اكثر بتحطي وحده وحده بالقوه بس ما هي يعني يكون اصغر القوار شوي حلو. حلو عرفتي هل طبعا فيه أووير يعني هل يعني هلا طبعا في قوار اكبر اللي هي المستطيله يعني هلأ حجم وكذا لون يعني هلا انت مش ضروري تحطي قوار من هذا انت جيبي من المستطيل بياخذ جنب بعضه آه كم اربع خمس قصات يا سلام يعني عندك يعني شقفه ارض صغيره هيك يا سلام نعمه نعمه اه قدام هالبيت يا سلام 40 50 متر عن جد يا سلام بس يا شباب اه والله نعمه الارض نعمه عن جد نعمه سبحان الله نيجي للبذور التقاوي والبذور اه اوكي شو <applause> رح ابلش بالبصل يعني اللي <applause> <هي> التقاوي التقاوي برضو اللي <applause> هي الابصال الصغيره البصل احنا قبل هيك جبنا الشايفز اذا بتتذكروا <applause> زرعه الصيف هلا احنا بدنا بصل اخضر فاذا بدنا نزرع بصل اخضر بدنا نشتري اللي بنقول له الجنار الجنار <applause> البصل الصغير <applause> يعني بصل الشوي <applause> بصل الشوي <applause> ممكن يكون اصغر بس هلا موجود بالسوق بيقدروا يجيبوه بيقدروا يزرعوه مش عارفه اذا رح اقدر افتحها اه يعني احنا حابه تزرعي لنا وحده صراحه اه بدي ازرع بس حتى ست البيت تتعلم اذا هذا ببساطه آه. وسوء. اذا ما عندها مزارع ما حدا يزرع معلش يعني طبعا اه حطينا لنا آه. احنا بنحب كل شيء حطينا هلا هون هنا. البصله <applause> بدنا نراعي الاتجاه ما بنقشرها مبين جذورها تحت جذورها تحت جذورها تحت الجذر زي أحلي. الابصال الزينه زرعناهم أيوه قبل هيك أيوه. هيها حلو. انا راح احطها هيك سوري حطي فول عادي فول البصل فول البصل مش هلا هاي الاتجاه هاي الجذره الجذور وهي شو اسمه طيب السؤال كم بصله زي هيك قوار بدنا نحط؟ يعني هون ثلاثه اربع بصلات ممكن اربع وبطلعوا كل وحده اللي هي كل وحده بتعمل بصله خضراء اه طيب جدا قطفناها بتروح ولا بتطلع غيرها؟ لا ممكن تعطي تعطيها بدك تصبري عليها بتفضل شغاله ما <تصفح> شاء الله <تصفح> 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 لانه الجذر هو الاساس والجذر اللي عم بعطيك كل... حلو 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 آه. طيب هلا هيك خلصنا نحن البصل نيجي للفول نيجي نزرع فول اخضر للي بيحبوا الفول لعم شو بنخلفوا الفول الاخضر <تصفيق> <تصفيق> يعني جماعه الفول الاخضر وانا بحب بتحبه والله بحبه, الله. بحبه. آه. <applause> انا عادي مقلوبه فول بعيد فول يخنه فول بلبن فول طيب. سبحان الله طيب. من اسهل الاشكال حاضر. اللي ممكن حاضر. تنزرع آه. يعني شتله كثير سهله طبعا فاحنا بس بدنا نحطها بالارض بس. بهالطريقه اذا بنحطها بالعرض احسن آه. اوكي وبنغطي عليها طبقه يعني خلينا نقول واحد سانتي 2 سم بس مش آه اكثر ونكون يعني بدنا نثبتها بالارض حلو انه ما ما تروح مع الميه هي م. اصلا كبيره الحبه ما انتم شايفين طبعا السؤال نعم. بين الحبه والحبه الصح قديش يكون؟ الفول احكي <applause> 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 سبحان الله خطيح من في <applause> سبحان الله يا مهندس <applause> هلا الفول من المحاصيل اللي بتكبر صحيح عرفت؟ فإحنا بدنا نزرعه على الاقل نص متر على الاقل هلا احنا كبيوت ما بدنا نكبر المسافات لكن برضو بدنا ناخذ انتاج منيح 100% فكم يعني هذا الاوار كم وحده نزرع؟ أه؟ هذا الاوار انا لو انا بزرع ثلاثه بكفي بس ثلاثه وحتى انا لو بجيني صراحه تنتين او وحده افضل لانه بكبر حلو عرفتي؟ بس ما بزرع باوار بهذا الحجم طيب صراحه للفول. س... آه، سريعا لسقايه لانه لازم نطلع للفاصل لسقايه لسقايه انت آه، لس آيه. معك شيء ثاني اه اشياء اه والله طب نحكي يلا نحكيهم على السريع لا لا نحكيهم نحكيهم بس لما بتقول لنا نحكي, نحكي. بقدونس كزبره مم. شمندر خلي الكاميرا تيجي عليهم هذا الخس الايسبرغ بازيلا بازيلا كثير مهم يومي شو زاكي للي, للي بيحبوا البازيلا هلا بيقدروا يزرعوها في جل ما بدنا ننساه طيب شو رايك شو رايك يا مهندس سبانه والله خساره هيك سريعة. بدنا حلقة, حلقه جاي نحكي عن عنهم والله خساره يعني عم نحكي عن نحن محصول شتوي رائع آه عن اه والله آه. يعني خساره هيك نقعد نشعل اذا خلينا خلصنا الاشتال هاي الاشتال المره الجايه ان شاء الله بنحكي عن البذور جيبي نفس هدول البذور معاكي لحتى نرجع نحكي آه. عليهم ان شاء الله مهندسه امل دائما بتفرحي لنا قلبنا يعني انا مبسوطه بسط مو عادي والله انا وشفني ضال يعني طاير عقلنا بالفقره والله بقول لك يعني مهيصه حسي حالي اني زرعت حصادي انبسطت عرفتي نتشكرك على وجودك معنا شكرا. إيدك الخضرة دايما روحك الحلوة حبيبتي. بتزين ده. المكان شكرا لك يعطيك, يعطيك العافية ألف ماشي. عافية شكراً. شكراً. أهلا شكراً. وسهلا فيك